عاد الجد إلى فيضان كلي. ما مدى سوء الوضع هناك؟ حالة طارئة، فقدنا خريطة. أنا أكرر، لقد فقدنا خريطة. لا أستطيع تحديد أي خريطة كانت هذه. كيف حدث هذا؟ أنا لا أعرف. كنت أعرف أن السماء ستمطر ليلة البارحة، ولكنني أذكر أنني وضعت الغطاء على الجذل. ربما نسيت فعل ذلك. لا، إن هذا الأمر مستحيل. أنا مثالي جدا، إنه العيب الوحيد في شخصيتي. شخص ما هو مسؤول عن هذا الأمر، وعندما أعرف من هو سوف كريكفورد، هل أنجزت شيئاً كهذا؟ لا، ولكنني شعرت بالتحسن. اسمع، في الحقيقة يا صديقي، أحياناً أشعر أنني الشخص الوحيد المهذب هنا. لا تكن متأكداً حيال هذا. استعدوا للانبهار، لأنكم مدعوون إلى الحفل الأروع الساعة الرابعة. اخترناكم لأنكم أذكياء مترابطون، وسوف تستمتعون بأكل الحلويات، وقد نقيم الحوارات ونقدم المفاجآت. إن قبلتم دعوتنا من أليزا وجورج. واو، كان أداء مباشرا من محبي الشاي. كم أنتم رائعون حقا. أو أشكرك، أعطاني والدي دروساً في الرقص. أنا شديدة الثراء. يكفي حديثاً عني، هل أنتم مهتمون بالانضمام إلى سهرتنا؟ سوف نقدم كعكة التيراميسوها إلى قمت بخبزها بنفسي طبعاً. أوه أجل، سوف نكون هناك بالتأكيد. ممتاز، إذا نراكم في الغد. تذكروا، ارتدوا أفخر ملابسكم وأحضروا أفضل المقبلات لديكم. وطبعاً الأهم، أخلاقكم. الوداع. يا للهول، إنهم لا يواجهون الدعوة إلى أي أحد. لما تلقينا دعوة؟ على الأرجح عن طريق الخطأ. تتم دعوتي إلى أشياء كثيرة هكذا، ثم يطلبون مني المغادرة على الفور.